مرحبا بي. شكرا الحمد لله. حالا قدام البرلمان وقفة احتجاجية تتكون من 400 إلى 500 من خلف سامة الصاج ويكون دارين بالفاشل فيه هذا شيء جديد. فوالا ما كاينش هذا. صار راه طولنا اللي تفشلنا الرجل يا صح. الا ولد صالح. ولد صالح. هو ما معدلش حتى هنا نتيو. الاخبار انت راه يتموكوا فيها. والله صافي هو الخيار لا عاد اللي قبل بوثينة صافي ايه من تيانا بوثينة راهي مخصص يقول لك يا ضيبة مبلغ الله ما حصل المستخدم باقي عريان.